وكل واحد يريد أن يكون له مقام. إذا أرضي هذا المقام، إذا لبيت هذه الشهوة يرضى، وإذا لم تلب هذه الشهوة، لماذا فلان لم يقم لي عندما دخلت البيت؟ ليش فلان ما احترمني؟ ليش فلان قال هذه الكلمة؟ وإذا بنزاع يمتد 20 عام تبحث في جذور القضية، وإذا قضية تافهة وراء هذا النزاع بين أقرباء، بين أخو أخت، بين أخت وأخت، بين قريب وقريب. ليش؟ لأن شهوة المقام، ونعوذ بالله من هذه الشهوة، المقام في أي مستوى، الرئاسة في أي مستوى ما لبيت، وإذا بالخلاف والتناحر والنزاع. تلك الحرب المعروفة في الجاهلية امتدت 100 عام تقريبا. ليش؟ من أجل ناقة. عندما تبحث جذور الخلاف تجد ناقة في القضية، ضرع ناقة، مو ناقة، ضرع ناقة وراء النزاع، كلمة واحدة وراء النزاع.